السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة والمهندسين. إن شاء الله اليوم عندنا محاضرة تكون أيضا شيقة، إحنا ما راح نبقى. أنا أصلا القناة فاتحتها لغرض التعليم الهندسي، فما راح تبقى فقط برامج، وإنما ننوع يعني نفيد الطلاب المراحل اللي تكون المرحلة الأولى أو الثانية، وأيضا تفيد المهندسين المتخرجين واللي باحثين بمجال العمل أو الموقع العملي. هذا الكراس طبعا اكملته اني الحمد لله والشكر منذ سنة كاملة، كلش مفيد، يخص بكل تجارب السيرفرينج لابورتوري، المساحة العملية. طبعا كان تنقيح احد الدكتوراه الاختصاص بالتحسس النائي وعلم المساحة، ف تشوفونه هنا انه انا ناطيتكم بكل شيء، كل شيء موجود بي. يعني نجي على الريفرنس او المحتويات الكراس نفسه، السيلباس، كل المسافات، يعني المحتوى اللي يحتاجه مهندس وموقع العمل اللي يشتغل بمواقع العمل، بالاضافة الى ذلك طالب الكلية او ايضا اذا احد الاساتذة او كذا ممكن يقدر يستفاد من عنده، ان اذا يشرح به لطلبته، خاصة هسه حاليا احنا بظرف التعليم الالكتروني. بالمناسبة تشوفون ان المحاضرات بكلش واسعة، والاكثر من هذا ما مت يعني منتهي الى مثلا تعليم فقط جهاز الليفل او لا، اذا تشوفون نبلش قياس المسافات بواسطة شريط القياس، تعتبر هاي فتشي برنسبل ورئيسي جدا، قياس الزوايا باستخدام الشريط، اقامة واسقاط الاعمدة، قياس المسافات المعترضة بعائق، التدرب على جهاز التسوية الليفل، التسوية التفاضلية، وطريقة فحص الوتدين، التسوية المغلقة، التسوية المتبادلة، تسوية المقطع الطولي لطريق، تسوية المقطع العرضي لطريق، والتدرب على جهاز الثيديو لايت، قياس الزوايا الداخلية، قياس الزوايا الرئيسية، مد مستقيم يعترضه عائق باستخدام جهاز الثيديو لايت، قياس زاوية ايضا باستخدام الثيديو لايت، تسقيط المنحنيات الدائرية، والتدرب على جهاز المحطات الشاملة، اللي هو هذا كلش موضوع مهم جدا يعني حاليا، اللي الى ربط بالجي اي اس والتطبيقات المساحية على جهاز المحطات المتكاملة. ان شاء الله الكراس حيكون مغطي وشامل لمادة المساحة بشكل عميق جدا، وايضا متطرق الى مادة الجي اي اس، شلون تقدر انت تربط مع الجي اي اس. تلاحظون حتى الرسومات اللي مستخدمينها تكون واقعية وملونة، يعني الكتاب متوفر يعني باللغة الملونة، يعني كل الصور والفوتو اللي بيه، فحتى تكون ايضا بارزة وواضحة للطالب او للمهندس، وآلية وخطوات العمل ده تكون بشكل تفصيلي جدا، يعني ايضا باستخدام المصطلحات الانجليزية، وهو هذا الافضل. بالمناسبة الكراس متوفر ايضا باللغة الإنجليزية، لكن احنا ايضا انه نعرف انه اغلب المهندسين او بواقع العمل يحتاجون الداتا تكون عملي، فالكتاب او الكراس متوفر باللغة العربية ايضا دا تلاحظونه. وايضا دا نضيف لكم حتى طريقة الحساب والقياس، الحسابات والنتائج، شلون دا تكون شكل الحسابات، شلون دا تقيسها، شلون تنظم كراس العمل الخاص بك او دفتر او جدول العمل. انت لما تطلع على موقع المفروض تكون مخطط الشيت الخاص بك بحيث تسجل الداتا والنتائج، فهنا كل شيء متوفر به. تلاحظون الشرح والفوتو كل شيء متوفر به، وحتى نوصل الى مرحلة الاجهزة اللي منزلينها به هي اجهزة واقعية، يعني ما اخذين جهاز من النت ومنزلين صورته، لا لا، جهاز واقعي بحيث كل التفصيلة موجودة به، شلون تثبت، شلون كذا. فان شاء الله يكون هذا الكراس كلش مفيد لكم. بالمناسبة راح انزله على حسابي بالريسيرش جيت، بصندوق الوصف ان شاء الله راح اترك لكم الرابط مال الريسيرش جيت الباحث العلمي، بامكانك تنزله، لان الكراس كبير تقريبا 48 صفحة PDF حيكون، فتقدر تنزله من هناك. ان شاء الله كلش يكون مفيد لكم للمهتمين بمجال المساحة، فان شاء الله راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، واي شيء تحتاجونه من عندها اتمنى ان تتركوا لي اياه بالتعليقات، وان شاء الله ما راح اقصر انه بتوضيحه لكم. وايضا احب انبه الى شغله معينه، انه اي شيء تحتاجونه، مثلا انا اتمنى انه اعرف انتم شنو اللي تحتاجونه، مثلا بماده الفلويد او كذا او اي ماده اخرى، مجرد ما انت
تكتبوا لي شنو تردون حتى أنا أشرح لكم إن شاء الله باللي تردونه. هي القناة تعليم هندسي، ويعني بالضبط للهندسة المدنية، يعني أكثر شيء إنه تكون تفيد للهندسة بصورة عامة. أكو بعض البرامج أيضا إذا تردون الأوتوكاد، أتمنى كل برنامج تردونه أو مثلا شرح في شيء معين تذكروا لي بالتعليقات، وإن شاء الله حتى نخصص له وقت ونشرحها. شكرا جزيلا، نلقاكم على خير. ومثل ما أوصيكم إن شاء الله محتاجين دعم القناة، سبسكرايب وأيضا اشتراك، وحاول إنه تنطيها إلى أصدقائك أو زملائك المهندسين إن شاء الله يستفادون من عندها. الرابط راح أتركه لكم بصندوق الوصف إن شاء الله، وحتى إنه تحملونه من موقع الريسيرش جيت العلمي. ألقاكم على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة.